طبعا الوحدة يدفع ضريبة التغييرات اللي حصلت على مستوى الجهاز الإداري وبعض التغييرات على مستوى اللاعبين حتى في الاستقطابات والتغييرات اللي حصلت حتى في الشتوية هذه. فريق الوحدة فريق يعني عنده الجودة وعنده القدرة أن ينافس على كل البطولات من خلال هذا الموسم، بس الوضع اللي مر فيه من تغييرات بالنسبة للجهاز الإداري للجهاز الفني هي جدا مؤثر بشكل كبير على فريق شباب الوحدة ومسيرته من خلال هذا الموسم.